يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إسبال اللباس إذا لم يكن من أجل الخيلاء ما حكمه؟ لا يجوز إسبال اللباس مطلقا، لكن إذا أراد الخيلاء فهو أشد، الإثم أشد. وأما إذا أسبله ولا يريد الخيلاء، مع أن هذا بعيد أنه بيسبل ولا يريد الخيلاء، لكن فرضا إذا أسبله ولا يريد الخيلاء فهو محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، ولم يقيده بالخيلاء. نعم.